أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالإيمان بالقضاء والقدر؟ تصديق، المراد بالإيمان التصديق، التصديق بالقضاء والقدر، وأن يعتقد أن كل شيء يجري فإنه بقضاء الله وقدره، لا يجري صدفة أو يحدث بدون تقدير من الله جل وعلا كما تقوله المعتزلة، وإنما كل شيء الله قدره سبحانه وتعالى وقضاه.